الجبار الجباري سيدنا الإمام حضرة الإمام علي بن أبي طالب لا تجيبه بالطاري. تدري ليش؟ سيدنا الإمام سلام الله عليه قال يا شيعتي لا تنطقون باسمنا وأنتم تخالفوننا. يا أستاذ جبار إن حكمنا 20 سنة باسم علي بن أبي طالب ومات الشعب الشيعي من الجوع والعطش. والشعب السني 3/4 بالسجون. فيا أستاذ جبار أثبتنا فشلنا، أثبتنا فشلنا في الحكم، ولا نستحق حكم روضة مو مدرسة، روضة. وأنا أقول لكم بصراحة مؤلمة، لقد أسأنا للإسلام كثيرا، وأسأنا لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وأسأنا للقرآن كثيرا، لأننا نتكلم باسمهم ولكن ممارساتنا تختلف عما ينبغي أن نكون عليه.